نواقض الوضوء، متى الوضوء لا يصلح، لابد تعيد الوضوء، لماذا؟ الخارج من السبيلين مطلقا، الخارج من القبل ومن الدبر سواء من ذكر او انثى. بول غائط، البول او الغائط او ريح، او ريح او دم او دود او حصى، اي شيء يخرج من القبل او من الدبر ناقض للوضوء. اكل لحم الابل، اكل لحم الجزور، اذا اكل لحم الابل انتقض وضوء. ذهاب العقل، اذا ذهب العقل بسكر او جنون او اغماء او مخدر او بنج انتقض الوضوء. اما النعاس اليسير اذا كان يشعر بنفسه هذا لا ينقض الوضوء، لكن إذا كان النعاس ولا يدري عن شيء انتقض الوضوء. والردة نسأل الله السلامة إذا ارتد عن الإسلام،